متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، قبل ما نبداو هذا المباشر في أحد مقابر مدينة تازة، نقراو سورة الفاتحة ترحما على جميع الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. كنترحموا على جميع الأرواح الموتى بهذه المقبرة بمدينة تازة. الله يرحم هاد الناس، يوسع عليهم في هذا النهار الكريم. بالفعل بفضل بسبب الحجر الصحي وبسبب وباء كورونا، مجموعة من الناس ما قدوش أنهم يوصلوا للمقابر وباش يأديوا الترحم على الأرواح ديال العائلات ديالهم، على الناس ديالهم اللي وفاتهم المنية. ارتأت شفتي في أنها تزور هذه المقبرة من أحد المقابر، أنها باش تحاول أنها تخفف شوية على الناس اللي ما قدوش وصلوا لهذه المقابر هذو، احتراما للحجر الصحي وكذا، ممنوع الخروج وكذا، والمجموعة من الأسباب ديال وباء كورونا كل شيء كيعرفه. ماذا أقول لكم؟ الله يرحم هاد الناس، كل واحد بالاسم دياله، وكل واحد بالعمر ديالو، وكل واحد بسبب الوفاة ديالو. الله يرحم هاد الناس. بالفعل ملي كتوقف في هاد البلاصة الدات ديالك كتفشل، وملي كتوقف في هاد البلاصة كتحس براسك بأنك كائن غير موجود. حقاش الخلود لله سبحانه وتعالى، والبقاء لله سبحانه وتعالى. الله يرحم الجميع، الله يرحم الجميع، جميع الأموات وجميع الناس اللي توفاو. هنا ناس دوزوا تاريخ في هذه المدينة، أو جاوا من مدن أخرى ووفاتهم المنية في هذه المدينة. هنا ناس كاين اللي صغير، كاين اللي كبير، كاين اللي موظف، كاين اللي حاج، كاين اللي مقاوم، كاين اللي شرطي، كاين اللي بائع، كاين اللي حرفي، كاين اللي مهني، كاين اللي صانع، كاين اللي بزاف الحوايج. ناس هنايا كون يرجع القدر ويهضروا، كل واحد والذكرى ديالو هنايا، وكل واحد والقصه ديالو هنايا. الله يرحم هاد الناس، كل واحد بالاسم ديالو. الله يرحمكم، كل واحد بالاسم ديالو. كنوبو الناس اللي ما قدوش انهم يجيو نتيجه الحظر التجوال ونتيجه وباء كورونا، كنوبوا عليهم في هذه المقبره الكريمه بمدينه تازه. كنوبوا عليهم باش نقول لكم الله يرحمكم، والله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار. ونبغيو لاي واحد متتبع لقناه شوف تي في او معنا في هذا المباشر، يدعيو لهاد الناس بالرحمات ويجدد عليهم سيدي ربي الرحمات ديالهم. ونبغي اي واحد انه يقرا واحد سوره فاتحه او ما يتيسر من كتاب الله من القران الكريم، ترحم على ارواح هاد الناس هادو.
الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النهار، الله يرحمكم ويوسع عليكم. نبغي اي واحد انه يقرا ولو اي سوره قرانيه او ما تيسر من الكتاب القران الكريم، ترحم على هذه الارواح. الله يرحمها يا اختي رجاء، الله يرحمها يا اختي رجاء. اختي رجاء قراي شي سوره ديال القران ترحما على السيده اللي كتجيك لالا كما قلتي، وكاع الناس اللي توفي هنايا. ما يمكنليش انني نقرا شي شاهد من هاد الناس، احتراما للجميع. الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار، الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار، الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار. الله يرحم، حنا كنوبوا على جميع الناس اللي عندهم عائلات مدفونه هنايا، كنوبوا عليها ونجددوا الرحمات لهاد الناس، ونجددوا الرحمات لهاد الناس اللي هنايا مدفونه. الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار. ذكريات هنا مع ذكريات في هذه المقبرة ديال التازة العليا مع أناس، سبحان الله على الدنيا كي دايرة، سبحان الله على الدنيا كي دايرة. ذكريات إنسان كون يكون القبر كيتكلم، كل واحد والقصة ديالو، كل واحد والذكرى ديالو، كل واحد وباش مات وعلاش مات، وشحال من واحد كيبغي الأرض ديالو، شحال هنايا من مقاوم، شحال هنا من واحد خدم بالليل وبالنهار، شحال من واحد غني، شحال من واحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس اللي ما قدروش أنهم يجيو ويجدوا الرحمات لا في يوم الجمعة أو من رمضان أو صلاة عيد الفطر، ارتأت قناة شوف تي في أننا نزور هذه المقبرة بمدينة تازة العليا، وأننا ننوبوا عليكم ونقرأوا سورة الفاتحة ترحما على الأرواح. حنا عارفين بث مباشر أثر فيكم كاملين، حنا أنا براسي تأثرت، براسي عيني حمارو، ولكن الدنيا هي هذه، الدنيا رسالة كيجي الواحد كيأديها بكل أمانة وصدق، وكيمشي عند الخالق ديالو، وما كيدوم غير وجه الله، ما كيدوم غير وجه الله. ما نقدروش نقراو شي شهادة او شي اسم شي مرحوم هنا، احتراما لجميع الناس اللي مدفونين، واحتراما كذا الناس اللي متتبعيننا، باش ما يقولكش علاش قريتي الاسم ده. انا براسي عائلتي مدفونه هنا، براسي عمتي مدفونه هنا، براسي جدي مدفون هنا، يا جدي الشاف الشويدي الله يرحمه، جندي مقاوم في ايام الحرب وايام الاستعمار. وواحد السر غادي نقول لكم من هنايا، انا داك قسوحي هذا الراس اللي فيا، داك قسوحي هذا الراس اللي فيا خديتها من جدي السي الشويدي الله يرحمك.
اللي كان عند المنزل عنده في باب الزيتونه في تازه العليا، قصو حيد الراس خديتها منه، وداك العزه بالنفس، وداك ما كيرضاش وكيموت على الحاجه، وخيبات يبات بالجوع ما يقدرش يطلب. هذه قصو حيد لحقاش انا في الصغر ديالي كان كيطلعنا الوالد والوالده، كنا كنطلعوا عند درج الديب تازه العليا السي الشويدي الله يرحمه الشاف، ونجلسوا تما ويديني معاه ويعلمني ينوضني مع الخمسة الصباح، يقول لي عبد الله نو سير عمر الماء. عمر الماء كان شحال هادي لا تعقلوا، في التسعينات كان الماء قليل في مدينة تازة، وكان نوضوا مع الخمسة الصباح. حنا طالعين من المدينة لتحت، زعما ولاد الفشوش طالعين من المدينة لتحت، طالعين تازة الفوق، وكان نوضوا وكان نبكي ما نعمرش الماء، واش انا جاي نعمر الماء، انا جاي عطلة. ولاني هذوك دروس في الحياة عطاهم لي جدي، دروس في الحياة، هذيك دروس في الحياة ما عرفت قيمتها حتى كبرت وليت كنعرف شنو هي الحياة، وليت كنقاومها. تستاهل الرحمات منا يا الشاف السي الشويدي محمد رحمك الله. متتبعي الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة، زيارة لهاد المقبرة بالمدينة. الله يرحمكم ويوسع عليكم فضل النهار، 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 الله يرحمكم ويوسع عليكم فضل النهار. الله يرحمكم ويوسع عليكم فضل النهار، الله يرحمكم ويوسع عليكم فضل النهار، الله يرحمكم ويوسع عليكم فضل النهار. الله يرحمكم ويوسع عليكم فضل النهار. متتبعي الكرام، الجولة ديالنا هي غادي تقضى، نبغيكم في دقيقة صمت غادي نقراو سورة الفاتحة ترحما على أرواح هاد الناس العظماء، وهاد الناس الله يرحمهم ويوسع عليهم فضل النار. نقراو سورة الفاتحة على هاد الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الأنعمت على المغضوب عليه ولا الضالين، آمين، صدق الله العظيم. الله يرحمكم ويوسع عليكم، الله يرحمكم ويوسع عليكم. في ظل جائحة كورونا، متتبعي الكرام ومشاهدي قناة شفتي فيه، في ظل جائحة كورونا المقابر فارغة، ليس لسبب معين، وإنما التزام بالحجر الصحي. مدينة تازة ملتزمة بالحجر الصحي، حتى في زيارة الأموات وزيارة الناس اللي توفوا، والله يرحمهم ويوسع عليهم فضل النهار، الله يرحمهم ويوسع عليهم فضل النهار، الله يرحمهم. رأينا أننا خدينا المبادرة، ولو كتكون واحد نقطة من بحر، نقطة من بحر، وأننا نبنى على الناس ديال مدينة تازة، نبنى عليهم، وجينا خدينا المبادرة وجينا وقرينا على الأقل سورة فاتحة ترحما على هاد الناس. أنا براسي تفكرت عائلتي، تفكرت عمتي، تفكرت جدي، نتمنوا اي واحد يجدد الرحمات على هاد الناس، ونتمنوا اي متتبع يقرا ما تيسر من الذكر الحكيم على هاد الناس، ونتمنى اي واحد يقرا سورة الفاتحة على هاد الناس، الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم فضل النار.
بالفعل احنا كنغادروا دابا باب المقبره، كنغادروا حتى انا شحال هذه ما بكيت، ودابا حتى الرجال راهم كيبكيو، حتى الرجال كيبكيو. حنا كنغادروا دابا متتبعين الكرام باب هذه المقبره، و ما كيعلم بالغيب الا الله. ويمكن الناس كيقولوا شكرا ولدي، والله يرحم لك الوالدين، والناس المتتبعين كيشكروا كيرحموا لنا الوالدين. علاش؟ ما كاين ما احسن صله الرحم، اعظم حاجه هي صله الرحم. يعني اللي عنده شي صله الرحم مفقوده ولا مقطوعه يمشي يدير صله الرحم. صله الرحم راه الاموات وما كيعلم بالغيب الا الله، راه يقدروا يكونوا كيبقى فيهم الحال، وكيتزير عليهم القبر وكيتعذبوا ملي كيلقى شي واحد عائلته زي تزورو. مازال كتجي عائلته تزورو، ولا واخر كيلقى راسو ما زارو حد. الله يرحمك، الله يرحمكم ويوسع عليكم، الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار، الله يرحمكم ويوسع عليكم في هذا النار. متتبعينا الكرام، كنتم معنا في جولة بأحد مقابر مدينة تازة. نتمنى ونجدوا رحمات على هاد الناس، والله يرحمكم ويوسع عليكم، الله يرحمكم ويوسع عليكم في هاد النار، الله يرحمكم ويوسع عليكم في هاد النار.